نلعب معاً بالزلاجات. وهناك الكثير من المخلفات. وقعت في الطريق. انتبه أيها الصديق. هيا فلنتعاون سوية وننظف الطريق كلياً. انتهينا من التنظيف. يبدو هذا ظريف. أحسنتما بعملكما. هذا المشروب لكما. سيقع المشروب من يدي. لا تقلق يا صديقي. ظهر المشروب بشكل سريع. لنضع العبوات لإعادة التصنيع. حسب ما نضع من أعداد، نقاطنا سوف تزداد. يجب تنظيفها قبل وضعها. سأزيل الأوراق من فوقها. فلنضع واحدة أخيرة وربحنا عملة صغيرة. ذهبنا للمتجر بالمال واشترينا المشروب في الحال. ظهر أمامنا حاجز. لا تقلق، أنا جاهز. نزلت للحوض لأسبح ومع الدولفين أمرح. لقد كنتم رائعون. انظري ماذا يفعلون. صنعوا موجة مرتفعة وغرق هاتفي بسرعة. يا لها من مشكلة. لكن لدي فكرة مذهلة. بجهاز المسح سنراه ونعرف مكانه في المياه. قفزت للحوض في الحال لأحضر الهاتف النقال. لقد قفز للأسفل. سأنظر ماذا يفعل. ما تلك الأسماك الكبيرة؟ يبدو أنها شريرة. ابتعدوا عني أيها الأشرار. الآن سأسرع بالفرار. كان هذا خطير. وصنعوا بملابسي ثقباً كبير. كان فعلكم هذا شرير. الآن أحتاج للتفكير. لقد خطرت لي فكرة. سأجرب اللحوم تلك المرة. ماذا سيفعل بهذا الطعام؟ لقد صنع من اللحم أقدام. الآن سأنزل للماء. حان وقت الغداء. لا يبدو هذا جيداً. سوف يهاجموه مجدداً. وصلت للهاتف الآن وخرجت من الماء بأمان. لقد نجحت الخطة والآن انتهت الورطة. أشعر بعطة. جلبت المشتريات كلها. سأساعد بحملها. شكراً يا صغيرتي، تستحقين محبتي. لن تفوز علي. ها، لدي حل ذكي. سأغسل الصحون بالماء والصابون. انتهى التنظيف ويحتاجون للتجفيف. سأقف بدلاً منه وأتلقى المديح عام. قلب جديد. سأفعل المزيد. نظفت السجادة وخدعتني كالعادة. أحسنت يا صغيرة. يا لها من شريرة. انكسر المصباح فتسللت. ما الذي فعلت؟ يا لها من ورطة. أحتاج لخطة. لدي طريقة لإثبات الحقيقة. تلك المقاطع دليل قاطع. كان هذا لئيم. سأعيد التقييم. بينما الشاحنات تسير، أوقفها جبل كبير. لن نفقد الأمل. أعرف ما علي العمل. شغلت حفار الجبال. توقف في الحال. كيف أصل للطريق؟ سأساعدك يا صديق. بيديه يحملنا وللطريق ينقلنا. بقي شاحنتان وانتهينا الآن. أمامنا مشكلة. حفرة هائلة. بسلحفاة الآلية لدي خطة ذكية. أبني جسراً للمرور. وهناك ديناصور. عصير في الشاحنات. سآتي في لحظات. أشرب بقشتي واحمرت بشرتي. إلى الشاحنة الصفراء. أنهيت البناء. يشرب كل العصير. سأوقف هذا الصغير. ببعض الهزات يغط في السبات. سأضعه هنا لنكمل عملنا.
جسر الألوان سنعبر بأمان. فليقم الجميع بتوصيل سريع. نجح التصنيع. أنهيت غسل يداي في الحمام. أين ساعتك يا غلام؟ أوه، لقد أضعتها. علي البحث عن مكانها. لنذهب يا أصحاب. ممنوع دخول هذا الباب. انزلقنا فوق كرات كثيرة ووقعنا من فتحة صغيرة. لقد وقعنا كلنا. اخرجوني من هنا. لنخرج من هذا المكان. سأخلع المرحاض الآن. ما تلك الشبكة يا ترى؟ فلتذهب إليها لترى. هؤلاء الحمقى رموني وفي الحوض أوقعوني. سأعود في لحظات لنرمي بها الكرات. كانت فكرة جيدة. وصرفنا المياه الراكدة. حيث الهاتف أشار، يجب اختراق الجدار. باستخدام الكرات لدي فكرة. سنصدمه بتلك الحجرة. ليس هذا جيداً. لقد عدنا للحمام مجدداً. وقت الأكل حان. فلنعده الآن. أنهينا العمل والفطور اكتمل. أحب الحبوب. وجودك غير مرغوب. لنأكل طعامنا. ماذا حدث هنا؟ عليكما التنظيف. يبدو هذا سخيف. أعرف ماذا نفعل. سنخفيها في الأسفل. طعام غزير، سأكل الكثير. حول الفتات تجمعت الحشرات. هزة كبيرة. هناك حشرات كثيرة، عددهم كبير. يبدو هذا خطير. عليكم الابتعاد. لقد أخذوا البراد. بالمبيد سأقتلهم. لا يفلح معهم. أعدادهم هائلة. سأحل المشكلة. بالمكنسة سريعاً سحبتهم جميعاً. أحسنت يا غلام. لنعود للطعام. سقطت قطعة. سأنظفها بسرعة. ما زال أخي ينام. حان وقت القيام. حذاء غريب. جعل شكلي عجيب. يخرج الجليد ويمتد لبعيد. انزلقت قدمها. سأضع الوسادة تحتها. أريد مساعدته بخلع الحذاء. سأسحبه للوراء. في سحبه أعاني. هناك حذاء ثاني. يخرج النيران. تلتف حولي الآن. علي المساعدة بالضربة المتجمدة. سنحاول مجدداً. ليس هذا جيداً. نمت كتلة جليدية ووقعنا للأرضية. سقط كلانا وانطلقت قوانا. اصطدم الاثنان واختفت الألوان. صارت الأحذية رمادية بلا قوى سحرية. ما أحلى الحرية. اجلس على الكرسي أيها العنيد. ليس هذا ما أريد. بالحلوى سأقوم بحيلة. تلك الحلوى تبدو جميلة. بقدمه قام بإمساكها وأجلسته بسهولة بعدها. الآن سأحضر الطعام. ماذا تفعل أيها الغلام؟ أنقذته من الوقوع. الآن عليك الرجوع. قمت بتثبيته بأمان. هيا، عليك الأكل الآن. لا أحب طعمها. لكن الكلب يحبها. هذا طعام ذكي. توقف، ستفسد الكرسي. بسرعة أنقذت الطفل والآن فكرت بحل. صنعت مقعدا جيدا. لكن رفض الأكل مجددا. هذا الصغير شقي. لدي حل ذكي. جذبته بالمثلجات وأطعمته في لحظات. لقد نجحت الفكرة. الآن سأغادر الحجرة.
بالزهور أسرعت ولكني وقعت. زوجتي ستحبها. ها؟ لا أجدها. ليست أمي في المكان، لكني جوعان. شعري جعدته، يبدو أني أفسدته. أمي، أحتاج المساعدة. ليست متواجدة. مر النهار وناموا بعد انتظار. قمت بتغطيتهم وفي الصباح غادرتهم. أحبكم جميعاً. غادرت سريعاً. لنفكر بذكاء، سأقوم ببعض الأخطاء. أسرع في الطرقات وأمسكتني في لحظات. أعبث بالجدران وأمسكتني الآن. على الزهور أسير. هذا شرير. قامت بأخذنا وبدأت تصويرنا. الآن بكل ود، إليك باقة ورد. وأنا أريد الطعام. تفضل يا غلام. شعري غير مرتب. سأجعله مهذب. سارق محتال، توقف في الحال. ذهبت مجدداً.